مرحبا، اليوم راح نكمل. راح ناخذ أسئلة، اليوم راح ناخذ أسئلة عن الشابتر بشكل كامل. خلينا ناخذ سؤال، أسئلة من أسئلة الكتاب طبعا. ناخذ سؤال اللي هو بيحكي لك إذا كان في منشور، احنا أخذنا كيف طريقة كيف شكل منشور من قبل وكيف بمر الشعاع منه وهيك. حكى لك إذا كان في منشور قائم الزاوية، حكالك مر عليه شعاع بهذا الشكل. هسه هون من منطقة هون لمنطقة هون بده ايش؟ اكيد هون عندك هواء مثلا N1 يساوي 1، وN2 هون بده يساوي رقم. فحكالك هون راح العمود المقام طبعا هيو مبين هذا هو العمود، فمر انا شعاع يوازي عمود المقام او نفسه على محور عمود المقام، يعني بينه وبين عمود المقام قديش؟ ما في زاوية، صفر. فراح ينكسر، ما هذا الشعاع الوحيد مش راح ينكسر. يعني حكينا كل الأشعة راح ينكسروا إلا الشعاع اللي بيكون على نفسه على عمود المقام زي هيك. هسه هذا نفسه شعاع هيك راح يضل مستقيم، مش راح ينكسر، لانه اصلا انكسر فات زاوية صفر وراح ينكسر بزاوية صفر، يعني نفس الزاوية. فهون راح يضله مستقيم. وين راح ينكسر؟ راح ينكسر من الجهة التانية. ليش راح ينكسر من الجهة التانية؟ حكالك هاي الزاوية 45 وهاي الزاوية 45 طبعا. ليش هاي الزاوية 45؟ لانه هاي 90، 45 45 90. طب هون وين راح ينكسر هون؟ ليش؟ لانه عندك هون هذا هو العمود، العمودي على السطح المايل هذا، السطح المايل هذا، هذا هو عمودي، عمودي على السطح هذا هذا. فراح ينكسر هذا، مفروض يضل ماشي لقدام هيك، بس راح ينكسر ايش؟ راح ينكسر بهاي الزاوية. الزاوية هاي حكالك عبارة عن ايش؟ عبارة عن 15 درجة. ايش بده؟ بده زاوية الانكسار هاي، زاوية الانكسار هاي. طبعا تقدر تطلع الزاوية هاي اللي هي من هون لهون عن طريق تطلع زاوية السقوط هاي. زاوية السقوط هاي كيف نقدر نطلعها؟ الزاوية هاي نفس الزاوية هاي، بس زاوية الانكسار الكلي ما بنعرفها. هون انت المشكلة انه ما في عندك ان لحتى تستخدم قانون سنيل لحتى تطلع الزاوية هاي كلها. لو عندنا ان كان استخدمنا قانون سنيل وطلعناها طوالي، بس هون بدنا نطلع هذه الزاوية من دون لا قانون سنيل ولا اشي. كيف؟ خلينا ناخذ المثلث هاد الصغير، ناخده نكبره. عندك هذا المثلث صغير قائم الزاوية، جميل جدا. في عندك هون حكينا عمودي، هذا عمودي على السطح هذا، جميل. طيب هاي الزاوية حكينا عنها قديش؟ 45. طب هاي الزاوية 90، طالما هاي الزاوية 45 هاي الزاوية 90، هاي الزاوية نقدر نطلعها يعني؟ نقدر نطلعها، هاي 45. إذا خلينا نسمي هذه الزاوية ثيتا 1. فطلعنا ثيتا 1 هو عبارة عن 90 ناقص 45 ويساوي ناقص 45، مش 40 عفوا، 45. إذا طلعنا الزاوية هذه 45، احنا بدناش الزاوية هاي، بدنا الزاوية هاي. ليش؟ عشان الزاوية هاي راح تقابلها الزاوية طبعا هون هيك، وهون هون هيك حكينا، وراح ينعكس هيك. هذه حكينا 15، راح تقابلها زاوية ثانية اللي هي هاي. الزاوية هاي نفس الزاوية هاي اللي هي قديش؟ هذه ثيتا 2 بدنا اياها، هاي نفس ثيتا 2. فليش ليش من الثيتا 2 هاي؟ عشان هاي مع هاي راح يسوي لك زاوية الانكسار كاملة، ماشي. هسا طلعنا هاي 45، هاي قديش راح تكون؟ طالما من هون لهون 90، هذه من هيك هيك 90. طب الثيتا 2 ايش راح تساوي؟ راح تساوي 45. واضح كيف طلعت؟ هون 45، اذا هاي راح تكون 45، هاي 45، هاي راح تكون 45، لانه هدول الثنتين مع بعض راح يكون 90. ف90 ناقص 45 راح يطلع معك 45. هاي 45 طب اللي بيقابلها هون 45، زاوية الانكسار نحكي ثيتا
3 اللي هي زاوية الانكسار الأخيرة بتساوي 3 2 اللي هي مقابلها زائد مين؟ ثيتا الانكسر اللي هو ايش؟ الانزياح اللي هو 15. راح يصير عندك 45 زائد 15، وهذه راح تساوي قديش؟ 60 درجة. هيك بكون طلعنا زاوية الانكسار من دون ما نطلع ايش، من دون ما نطلع معامل الانكسار. طب هسه معناش معامل الانكسار، نقدر نطلع معامل الانكسار. لو طلب منك ان مثلا تقدر تطلع ان، عندك ثيتا 3 وعندك ان 1 وعندك ايش ثيتا 2، ثيتا 2 اللي بدك اياها. ف ان 2 اللي هو معامل الانكسار اللي جوا، ساين ان 2 ساين مين؟ ساين ثيتا 2 اللي هي 45 بده يساوي ان 1 اللي هو الهواء ساين ثيتا 3 اللي هي 60، معامل انكسار الثلاث. طيب ان 2 بدنا اياها، هي هاي بدنا اياها اللي هي ان 1 1 ساين 60 0.87 على مين؟ على ساين 45 اللي هي ساين 45 اللي هي 1 على 2، راح يطلع معك الجواب 1.22 معامل الانكسار. لما معامل الانكسار طلع معنا 1.22. هي شوي بتلخبط، حكينا الشعاع الوحيد اللي ما بينكسر هو شعاع يظل مستقيم او عمودي، هو شعاع عمودي على السطح او على الـ بنسميه عمود المقام. الشعاع نفسه اللي نفسه عمود المقام هو عبارة ما بينكسر بالمرة، راح يضل ماشي طوالي، راح تلف الزاوية وهكذا. هسا بالنسبة لهون ممكن يطلب منك ان معامل انكسار، ممكن يطلب منك زاوية الانكسار الثاني لما يطلع زاوية الانكسار الثاني، هذه الانجل اوف ديفيشن زاوية الانكسار الثاني. ماشي، هسا احنا بنعرف، خلينا ناخذ سؤال حل ثاني على القانون المنشور اللي اخذناه زمان، بيحكي لك الانجل اوف ديفيشن. فبيحكي لك الانجل اوف ديفيشن سيجما، سميناها سيجما يوميتا، بده يساوي حكينا الثيتا 1 اول زاوية سقوط زائد ثيتا 4 اللي هي اخر زاوية سقوط، زاوية انكسار هاي المجهول بدنا اياها، ناقص الابكس انجل 45. ماشي، طيب زاوية الانجل اوف ديفيشن هاي هي الانجل اوف ديفيشن 15، كان عندك 15 هون، بده يساوي ثيتا 1 0، حكينا هي نفسها زاوية مقدار ما بميل الشعاع عن العمود المقام، عمود المقام هو نفسه 0، فأكيد راح تكون 0. إذن 0 زائد ثيتا 4 اللي بدنا إياها ناقص 45، فصار عندك لما تنقل هاي لهناك ثيتا 4 بده يساوي 45 زائد 15 اللي هي 60 درجة. هذا حل ثاني ممكن أسهل بالقوانين اللي أخذناها، الأنجل أوف ديفيشن وزاوية الانكسار الأخيرة، وزاوية الانكسار زاوية السقوط الأولى، وزاوية الانكسار الأخيرة، وأيضا الأبكس أنجل. أبكس أنجل هاي نقصد فيها، أبكس أنجل نقصد فيها هاي مش هاي، إذن تختلف. هذا بالنسبة لأول سؤال. نيجي على ثاني سؤال. السؤال الثاني برضو فكرته حلوة، بيحكي لك انه في عندك سطح وهذا العمود المقام له، اسقطنا شعاع بمقدار زاوية بنسميها ثيتا اللي هي خلينا نحكي 42 مثلا، نحكي مثال عشان هسه ناخذها كقاعدة عامة. بيحكي لك انعكس انعكاس
اشي منه انعكس واشي منه انكسر زي هيك، ماشي. هسا الزاوية بين الانعكاس والانكسار قائمة، ايش طلب منا؟ بدنا معامل انكسار الثاني. طبعا هذا نعتبره من الهواء، خلينا نحكي بدنا معامل انكسار الثاني. طيب كيف نعمل معامل الانكسار الثاني؟ خلينا نشوف. هاي زاوية السقوط 42 راح ينعكس بزاوية انعكاس مقدارها 42 برضو. طب 42 هذه كلها 90، من هون لهون 90، اذا هاي الزاوية هنسميها ثيتا 3. ثيتا 3 راح تساوي 90 ناقص 42 يا رجل. حلو، جميل جدا. 90 ناقص 42 قديش؟ 90 ناقص 42 47، 48. إذا ثيتا 3 بدها تساوي 48 درجة. وين قصدنا ثيتا 3 هي؟ هسا ثيتا 3 48 درجة. طيب بحكي لك هدول الاثنين عموديات على بعض، احنا عرفنا زاوية من الثنتين، إذا الزاوية هاي عبارة عن متممة إلها ثيتا 4. هنسمي ثيتا 4 برضه راح ترجع 90 ناقص 48، برضه راح ترجع ايش؟ 42 درجة. جميل. هسا ثيتا 4 مع الزاوية هاي عمودات على بعض، هذه ثيتا 2. ثيتا 2 الانكسار، فثيتا 2 هي عبارة عن 90 ناقص ثيتا 4. فثيتا 2 هو عبارة عن 90 اللي هو هذا 90 ناقص ثيتا 4 اللي هون. اللي هي 90 ناقص 42 يعني 48. هسه هون شو قصدنا ب48؟ انه راح ينكسر بعيد عن عمود المقام. فهذه الصورة بس للتوضيح، فقط للتوضيح، مش تاخذوها انه ايش، تاخذوهاش انه شو اسمه. هسه عندنا زاوية الانكسار الانعكاس وزاوية السقوط، وعندك ان واحد بده يساوي الواحد مثلا، بده ان جي. جميل، كيف نطلع الان جي؟ بسيطة جدا، سهلة جدا، عن طريق القانون استر. هسا شو المشكلة في الموضوع هون؟ المشكلة انه انه هون راح تكون هذه اصغر من هاي، او هون راح يكون هواء مثلا، هون راح يكون اشي ثاني، لانه زي ما لاحظت هون كبرت الزاوية. بشوف انا السؤال مرة ثانية وبرد لكم خبر ان شاء الله. طيب بس مثلا لو ناخذ نفس المثال ولكن من دون ارقام، لو ناخذ هون عندك زاوية مقدارها ثيتا 1 اللي هي معلومة، ماشي، وحكى لك انعكست بانعكاس وانكسر بانكسار، وهذه الزاوية بين الانعكاس والانكسار قائمة، وحكى لك طلع لي ال n بده معامل انكسار. حكينا عبارة من طلع ثيتا 1، هاي عبارة عن ثيتا 1، وهذه عبارة عن ثيتا 3 اللي هي ثيتا 1 ناقص 90 ناقص ثيتا 3 ثيتا 1 اللي هي، خلينا نحكي ثيتا 3 بدها تساوي 90 ناقص ثيتا 1. طيب هذه نسميها ثيتا 4. ثيتا 4 كمان عبارة عن 90 ناقص ثيتا 3. طيب يعني 90 ناقص بين قوسين 90 ناقص ثيتا 1. طيب يعني 90 ناقص 90 صفر، فثيتا 4 بده يساوي السالب، أو بده يساوي ثيتا 1، يساوي ثيتا 1 سالب مع سالب موجب 90 ناقص 90 صفر. هذه بالنسبة لثيتا 4. هسا ثيتا 4 هاي طبعا هذه راح تكون عبارة عن ايش؟ عبارة عن ثيتا 2. ثيتا 2 بده تساوي 90 ناقص ثيتا 4، يعني راح تكون عبارة عن ايش؟ 90 ناقص ثيتا 4 اللي هي ثيتا 1. إن ثيتا 2 طلعناها عبارة عن 90 ناقص ثيتا 1. طيب هسا خلينا نستخدم قانون سنيل. سنيل بيحكي لك N1 ساين ثيتا 1 بده يساوي N2 ساين ثيتا 2. حلو، هسا راح نحوض بدل N1 وN2 راح نخليهم مجاهيل، فصار عندك N1 ساين ثيتا 1 بده يساوي N2 ساين 90 ناقص ثيتا 1. هذه حكينا عنها المرة الماضية، هي عبارة عن
كوساين ثيتا اثنين، ثيتا واحد قصدي. فصار عندك ان ون، خلينا نعتبره هو مثلا، والكوساين مقسم مع الساين، فصار عندك تان ثيتا واحد قسمنا على الكوساين كل المعادلة، قسمنا على ان ون بده يساوي ان تو على ان ون، واللي هي ثيتا اثنين ثيتا واحد بده يساوي تان انفرس لا ان تو على ان ون، بحيث انه ان تو معلومة وان ون معلومة ولكن زاوية السقوط غير معلومة. اذا بهاي الطريقة طلعنا ايجاد كيف نطلع ثيتا واحد اذا كانوا زاوية الانكسار تقريبا عمودية على زاوية السقوط، زاوية انعكاس او اشي زي هيك، او متممة زاوية الانعكاس هي عمودية على متممة زاوية الانكسار. فبهاي الحالة طلعنا المبدأ هذا. هسه هون حكالك 42، هذه اغلبها بتكون مجهولة ماشي، وبكون معطيك ان هذه وبكون معطيك ان هاي، وطالب منك مين؟ طالب منك زاوية السقوط وزاوية الانعكاس، ممكن زاوية الانكسار كمان يطلب منك بهذا السؤال. خلينا ناخذ سؤال ثاني برضو عجبني. سؤال ثاني اللي هو بيحكي لك في عندك منشور، طبعا أسئلة المنشور كثير إلها أفكار، منشور زي هيك ماشي نفترض، عندك هون عمودي، هون في زاوية، زاوية سقوط، زاوية سقوط هاي سميناها ثيتا واحد، ما بنعرفش ايش هي، راح ينكسر حكينا، طبعا معامل انكسار المنشور ان اثنين، ما اعتقد انه عطينا معامل انكسار منشور، وان واحد اللي هو الهواء على ما اعتقد. طيب راح ينكسر انكسار زي هيك، هسه راح يقابل بهذه، هسه هون في عندك عمودي على هذا العد، هون صار في عندك توتال انترنال ريفلكشن، بحيث صار عندك هون زاوية 42 انعكس انعكاس كلي داخلي، وصارت عبارة هون عن 42 درجة ماشي. هسا لاحظ انه هذا لما تمده على هذا مش راح يطلع لك زاوية قائمة، لانه هذا مايل وهذا عمودي، مش زي ما كنا ناخذ في السلاب انه كانت اثنين عموديات. هون الزاوية 60 درجة حكالك، وايش طالب منك؟ طالب منك زي اي ما يطلب سؤال تاني، بده ان اثنين. هسا هون من ناحية السهولة ماشي، اللي هو راح ناخد الريشيو، هذه بنعتبرها عبارة عن كريتيكال انجل، فالكريتيكال انجل اللي هو ساين 42 بده يساوي اللي برا اللي جوا، اللي برا على اللي جوا، اللي هي واحد على ان اثنين، او ان واحد على ان اثنين. فساين 42 هو 0.0، احنا بدنا الريشيو، خلينا ناخذ الريشيو بين ان اثنين على ان واحد، نعكس يعني نقلب، فراح ناخذ واحد على الساين اللي هو 1.5، طلعنا ان اثنين على واحد ماشي. هسه من خلال كريتيكال انجل، لانه هاي كريتيكال انجل، من هذا اقل من هذا كثير، الان اثنين اقل من ان اللي برا، فراح يصير عندك توت انترنال ريفلكشن. هسه شو المشكله بالموضوع؟ المشكله بالموضوع هون، هسه هون عبارة عن 90 درجة، هذه عبارة عن متممة هاي اللي هي 90 ناقص 42 48، هاي 48 وهاي 60، هذه ثيتا 2 زاوية الانكسار، هذه عبارة عن ايش؟ 90 ناقص ثيتا 2 متممة زاوية الانكسار. فصار عندك هون مثلث، خلينا ناخده بشكل اكبر زي هيك، هو عبارة عن مثلث زي هي، هون 60 هون 48 هون 90 ناقص ثيتا 2 اللي هي زاوية الانكسار. خلنا ناخذ مثلا، هسه صار عندك 90 ناقص ثيتا 2 زائد هاي الزاوية الأولى 60 زائد 48 بده يساوي كلهم قديش؟ 180 درجة، مجموع قياسات المثلث. حلو، طيب خلنا ناخذهم 90 أو 60 زائد 48 زائد 90
كلهم 198، أو خلينا ناخذ هذا الحكي ماشي. هسه هون طلع قيمة 362 زائد 48، 180 ناقص هالعدد راح يطلع معك 72، فتسعين ناقص 3.2 بده يساوي 72. جميل جدا. هسه 3.2 نقول هون و70 نقول هون، 3.2 بدها تساوي 90 ناقص 72 اللي هي 18 درجة. طلعنا قيمة 3.2 اللي هي زاوية الانكسار. هسه بقانون سنيل، بقانون سنيل راح نطلع زاوية السقوط ثيتا 1، بحيث انه N2 مجهولة و N1 مجهولة ماشي. هسه كيف راح نستخدم؟ راح نستخدم قانون سنيل من خلال السطح من فوق لجوا هذا، اللي هو N1 ساين ثيتا 1. طبعا N1 مجهولة و ثيتا 1 مجهول، يساوي N2 برضو ساين ثيتا 2، ساين 18 خلينا نحكي، اللي هو الوحيد المعلوم. طيب ايش راح نساوي؟ ساين 18 معلوم. هسه لو بدنا ساين ثيتا 1، احنا بدنا ثيتا 1، ساين ثيتا 1 بده يساوي اللي هو N2 على N1 ساين 18 ضرب سالب 1، وساين 18 اللي هو 0.3 1. هسه طلعنا 0.31. طيب هذه الريشيو هاد طلعناه من تعريف التوتال انترنال ريفليكشن. هيو تعريف التوتال انترنال ريفليكشن، طلعنا N2 على N1 عبارة عن 1.5، فراح نضرب في 1.5، هيك صار عندك 0.846. فثيتا 1 هو عبارة عن ساين انفرس لهذا اللي حكي، ساين انفرس لمين؟ للواحد ونص ضرب 0.31. فطلع معنا عبارة عن ساين انفرس اللي هو 27.6 ثيتا 1. طيب هيك بهاي الحالة نقدر نطلع نقدر نطلع ان واحد، نقدر نطلع ان اثنين. اذا حكى لك ان واحد هو الهواء، فبتقدر بسهولة تطلع ان اثنين. هون طالب مين؟ طالب ثيتا واحد. طلعنا ثيتا واحد بهاي الطريقة. سؤال جدا حلو، سؤال ممكن يجي في الامتحانات، وسؤال بسيط كمان تقدر تحكي انه بسيط. بس هون بدي احكي ملاحظة انه هذا العمودي ليس عمودي على عمودي هذا. ليش؟ لأنه هذا سطح مائل وهذا سطح مش مائل. لما كنا ناخذ في السلاب ذاك السؤال حكيت لكم عنه، كان جاي زي هيك، حكينا هذا في عمودي بعدين انكسر قريب من العمودي، بعدين هون كان في عمودي بعدين طلع بعيد عن العمودي. طلب هذه حكى لك 76 إذا ذكرتوه هذا السؤال. هون كان هذا العمودي عمودي على العمود الثاني. ليش؟ لانه هذا سطح مستقيم وهذا سطح مستقيم، هذا سطح مستقيم هذا سطح مش مستقيم. فمن الطبيعي انه ما يكون العمودي تبع هذا مش نفسه العمودي تبع هذا. فهذا كمان سؤال. السؤال الثاني هذا حكينا عنه، نجي على السؤال الثالث. السؤال الثالث ايش بيحكي لك؟ نفس الفكره تقريبا ولكن بشكل اجمل. السؤال الثالث نفس فكره السؤال الاول تبع 45 و45 والقياس الزوايا، لو بيحكي لك مثلث او منشور قائم الزاوية نحكي عنه ماشي. هاي قياس الزاوية 60 وهاي قياس الزاوية 30. حكى لك مررنا بحيث يكون عمودي على السطح، يعني زاوية بين زاويته بين زاوية الزاوية بين الشعاع وبين العمودي على السطح بده يساوي صفر، فراح يضل ماشي زي ما هو، زي ما اخذنا بالتعريف ديك المرة اللي هو بالقانون ماشي. ولكن بهاي اللحظة هون في كان عمودي على سطح هاد زي هيك، لو عمودي على سطح هاد في عندك الزاوية هاي، صار في عندك يا سيدي العزيز انعكاس كلي داخلي، انعكاس كلي داخلي بهاي الطريقة ماشي. عندك هون عمودي على سطح هاد، صار في عندك هون زاوية الانعكاس، زاوية السقوط خلينا نحكي. بعدين سيدي العزيز طلع بزاوية بعيد عن السطح اللي هي مقدارها ثيتا 3. ايش حكى لك؟ حكى لك بدي وهون كله
محطوط جوا مي. طبعا السؤال محلاه، يعني جوا محطوط جوا مي. طب ايش طلب منك؟ حكى لك المي ان دبليو بده يساوي 1.33، وعند المنشور ان جي خلينا نحكي ان جلاس بده يساوي 1.66. ايش طلب منك؟ طلب منك 3 فري يا سيدي. حلو، جميل جدا السؤال. طبعا هذه ما جابش عنها سيرة بالمرة. ايش راح نساوي؟ راح نساوي عبارة عن طلع قيمة هاي كيف؟ برضو من المثلث اللي فوق، خلينا نرسم المثلث اللي فوق اللي هو عبارة عن 60، هون راح تكون 30 لأن 90 ناقص 60 30. طيب عندك هون العمودي أيوه هيك، واحنا بدنا الزاوية هاي. طب هاي 30، هاي أكيد راح تكون زاوية 60. في ناس في كثير، يعني كثير الكتب شفتهم بيحكوا لك ان طالما زاوية الابكس انجل 60 فهي راح تكون 60 زاوية السقوط الثاني. انا بفضل انه نشتقها زي هيك عشان نفهم ايش بيصير. فطلعنا ثيتا واحد، وهذه زاوية انعكاس ثيتا واحد برضو. فثيتا واحد طلعناها عبارة عن 90 ناقص 30 اللي هي نفس 60 درجة، اللي نفس الابكس انجل خلينا نحكي. ماشي، صار معك انعكاس كله داخل زي ما بنحكي. ماشي، هون صار عندك، هون عندك 60 درجة. طيب هسه هذه 60 وهذه 90 ناقص 60، هذه خلينا نسميها ثيتا 2 أو ثيتا 3، ثيتا 4، ثيتا 4 خلينا نسميها. ثيتا 4 بده تساوي 90 ناقص 60 اللي هي قديش؟ 30 درجة. ثيتا 4 ليش طلعنا ثيتا 4 احنا؟ عشان نطلع ثيتا 2، وينها زاوية سقوط هيا؟ ثيتا هياتا ثيتا 2. طيب هسا شوف، بدي اياكم تلاحظوا فكرة معينة. هسا هون هذا مثلث 30 30، وهون في عندك كمان زاوية. ماشي، بالنسبة لهذا المثلث 30 30 60، 30 30، وهاي الزاوية زاوية منفرجة، فخلينا ناخده على جنب نشوف ايش ماله. كان هيك هيك وهيك، زي هيك تقريبا. هذه الزاوية حكينا هون في عمودي، هون في عمودي، هون الزاوية الثيتا 2 بدنا اياها، هون 30. ليش هون 30 حكينا؟ لانه المثلث لا هون 30 برضه. طيب هاي الثيتا 2 خلينا نشوف مجموع قياساته 180، 30 30، وهاي الزاوية المنفرجة. الزاوية هاي المنفرجة من هون لهون قديش؟ 90، مع هاي 3 2، إذا 90 زائد 3 2. خلينا نشوف 90 زائد 3 2 اللي هي الزاوية المنفرجة، اللي هي 90 90، لأنه العمودي على السطح فأكيد راح تكون 90 مع زاوية اللي بدنا إياها، زائد 30 اللي هي الزاوية هاي، زائد 30 الزاوية اللي فوق، كلهم قديش بدهم يساووا؟ 180 درجة. هاي وهاي 60 وتسعين وتسعين 150، اطرحها من 180 3 2 راح تطلع معك 30 درجة. 180 ناقص 150 30 درجة، اذا طلعت معك 3 2 30 درجة، اللي هي زاوية السقوط من الشعاع الثاني. طيب شو استفدنا من هذا الحكي؟ استفدنا عشان نستخدم قانون سنيل طلعنا هذه ثيتا 2 عشان نطلع ثيتا 3 اللي هي بدنا اياها. فثيتا 3 من قانون سنيل راح نطلعها، اللي هي ان 2 من جوا احنا بنحكي ان 2 او ان جي ساين ال 30 درجة بده يساوي ان دبليو الووتر ان دبليو ساين الثيتا 3 اللي احنا بدنا اياها. فهذه معلومة وهي معلومة وهي معلومة، ضل عندك ثيتا 3. ساين الثيتا 3 بده يساوي ان جي على ان دبليو في ساين الثلاثين اللي هو نص. طيب ان جي على ان دبليو 1.66 على 1.33 ضرب نص، وخد ساين الانفرس راح يطلع معك ثيتا 3 بده يساوي 39 درجة.